من الحاجات المنتشرة جدا مع دخول فترة الشتاء هي إصابتنا بدور البرد أو الإنفلونزا. للأسف في ناس مننا بتتعامل مع الموضوع بشكل غلط، زي إن هي ما بتفرقش بين نزلات البرد والإنفلونزا والتعامل الصح معاهم، أو إنها لما يجي لها دور برد عادي جدا تلجأ إنها من نفسها تروح على الصيدلية وتطلب تركيبة حقنة البرد اللي كلنا عارفينها في اعتقادها إنها هتجيب نتيجة أسرع أو إنها تاخد مضاد حيوي من غير استشارة طبيب. كل ده هنعرف مدى صحته وإيه الفرق بين البرد والإنفلونزا وكيفية الوقاية منهم، طبعا مع ضيفنا دكتور محمود البتنوني أستاذ أمراض الصدر والحساسية بكلية الطب جامعة القاهرة. برحب بحضرتك يا دكتور. أهلا بيك يا فندم، فرصة سعيدة جدا. أنا أسعد. الله يكرمك. البرد والإنفلونزا إيه الفرق بينهم؟ كويس والله أنت أثرت الموضوع ده، بحيث أن هو يعني ده موضوع فيه لخبطة من زمن الزمن. الناس من عشرات السنين عقود معتبرة ان الانفلونزا هي البرد والبرد هو الانفلونزا. البرد احنا بنسميه اللي هو كومن كولد او نزلة البرد العادية. اوكي. بيبقى ليها فيروسات كان منها الكورونا، يعني عشان بس الكورونا كانت دور برد، كانت من ادوار البرد العادية. راينو فيروس وكورونا فيروس وفيروسات كتيرة مسؤولة عن نزلات البرد. نزلات البرد بتبقى نزلة بسيطة والتهاب فيروسي بسيط، فبالتالي معظم الوقت ما بنبقاش محتاجين انتيبيوتكس او مضادات حيويه، وجست فيتامين سي، حاجات غنيه بفيتامين سي مع سوائل دافيه مع راحه وخافض حراره عند اللزوم لو في حراره بسيطه. ده البرد. ده البرد. في بعد كده بقى الانفلونزا اللي هي اوريدي يعني ابتدت في بدايه القرن اللي فات وقتلت ملايين البشر. فانفلونزا فيروس ده انفلونزا اي فيروس اللي احنا بنتكلم عليه، اللي هو بيتحور سنويا واللي هو ليه مصل بيتاخد سنويا عشان بيتجدد اكوردنج للتحور اللي حصل له. فبالتالي بناخد المصل يعني تحسبا ان يجي لي انفكشن او التهاب بالانفلونزا، ان الانفلونزا دي بتسبب مرض خطير زي ما الناس بتخاف من الكورونا او الكوفيد. هي نفس الكلام، كان بتجيب التهابات رئويه شديده وممكن لا قدر الله تدخل المريض في فشل تنفسي من الدرجة الأولى بنقص أكسجين. فالإنفلونزا يعني ده آدم يموت من إنفلونزا. إنفلونزا لو في إحصائية مثلا زي في إحصائية في أمريكا أن في 100,000 واحد بيموت سنويا من الإنفلونزا كل سنة، كارثة من إنفلونزا فقط. خلاص يعني بعدنا بقى عن أي أسباب أخرى والتهابات رئوية أخرى وأسباب تؤدي للالتهابات الرئوية غير الإنفلونزا، 100,000 من الإنفلونزا فقط. فده حاجة مهمة لازم نبقى حاطين في دماغنا أن احنا نفرق ما بين ده وده. والمريض مش مطلوب منه يفرق، دور برد يومين ثلاثة وفيتامين سي وشوية سوائل ولقى نفسه كويس والدنيا تمام، خلاص ده دور برد وانتهى الموضوع. لكن لقى الموضوع بيزيد، كحة شديدة، ألام في الصدر، ارتفاع في درجة الحرارة، لا ساعتها لازم يروح للطبيب عشان يقدر يشخص هل ده انفلونزا، ده متحور من كوفيد، ده التهاب رئوي بكتيري. لازم يبقى فيه تفرقة كلهم ما بين شبه بعض بالنسبة للمريض، الأعراض واحدة. اليوم الكام ممكن المريض يروح للدكتور؟ يعني 3-4 أيام ما لقاش إن في فايدة أو الموضوع بيسوء أو الحرارة عليت أو إن شاء الله بالحقيقة عليت أو دي من أول يوم. لو في حرارة عليت قوي وصلت 39 هاي جريد فيفر 39-40، يبقى في الحالة دي يفضل إن هو يذهب إلى طبيب مباشرة. حرارة بسيطة أو جت مرة وراحت مع حاجة مع شوية رشح وأعراض بسيطة، احتقان بسيط في الزور يومين ثلاثة وراح الموضوع خلاص، زاد كحة زادت، يبقى بالتالي لازم يذهب للطبيب سواء بقى الأخصائي اللي جنبه أو ممارس عام حتى باطني، يعني ممكن يروح لحد primary care، يعني حد يقدر يديله النصيحة الطبية، أو لو شافها حاجة محتاجة تحول تخصص بيحولها للتخصص الأمراض الصدرية. دكتور دايما بنشوف ناس بيجي لها ادوار برد كتير قوي ورا بعض او ادوار انفلونزا او تعب خلينا نقول في الجهاز التنفسي، وناس تانية مش بيجي لها. هل في ناس عرضه اكتر من التانيين؟ ده كلام مظبوط. اولا الناس اللي هي بيجي لها اعراض برد كتير في الغالب واللي هو يعني شبه بيقولك ما بيخفش، شبه عنده برد طول الوقت، ودي تلاقيها ملحوظه في بعض الامهات لاطفالها كتير، يقولك انا مناخيره مرشحه وبيكح على طول وبيتعب طول الوقت. غالبيتهم عندهم حساسيه في الجيوب الانفيه ولم تشخص، ودي بالنسبه لنا بقى كدكاتره امراض صدريه في تخصصنا مهمه جدا. ليه؟ ان حساسيه الجيوب الانفيه بتبقى اعراضها مقبوله، شويه رشح
عطس، حكه انف، ريح بقه الصبح مش حلوه، بيصدع ساعات، وبيتكيف المريض عليها سواء طفل او كبير وبيتعايش معاها. المشكله ان 80% من الناس دي بيجي لهم حساسيه بقى في الشعب الهوائيه او ربو شعبي. فعشان كده احنا بسبب حساسيه الجيوب الانفيه، مش بسببها، هي بتبقى موجوده. بصي، هو البني ادم بيبقى اتوبيك، عنده استعداد للحساسيه. فاستعداده للحساسيه في حد ذاته ممكن يظهر في اي حاجه، سواء في الجلد، سواء في العين، سواء في الصدر او في الجيوب الانفيه. الجيوب الانفيه بالنسبه له خلاص، انا متعود على اصحى من النوم على تصلي 3 4 عطسات الصبح، خد البخاخه ومش عارفه ايه، ولا بياخد بخاخه ولا حاجه، هو بعد الاربع عطسات تمام زي الفل، هو كويس. وعلى مثلا شويه تراب اي حاجه برضو يعتصله كام عطسايه، شم حاجه وبتاع ممكن يزكم شويه، وبعد شويه بيبقى كويس جدا. فخلاص هو مش حاسس ان عنده مشكله. بيجي له صداع، اصلا انا بتعب كتير وبيجي لي صداع كتير، بيجي لي صداع نصفي، فهو برضو مش مدرك ان ده التهاب في الجيوب الانفيه ناتج من وجود حساسيه في الجيوب الانفيه. بعد شويه احنا بتبتدي تظهر ان المواد الالتهابيه اللي بتطلع مع حساسيه الجيوب الانفيه تبتدي تنشط مع الوقت ومع السنين، فتبتدي تظهر بعد كده في الشعب الهوائيه. حساسيه او ربو شعبي في الاول بيبقى ليها مقدمات، ان بيجي له التهابات شعبيه كتير، كحه كتير، تهيج شعبي وكحه ناشفه بدرجات متفاوته كتير، وبعد كده بتبتدي تظهر حساسيه الشعب الهوائيه بطريقه واضحه وصريحه. فعشان كده احنا بيفرق معانا جدا 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 ان احنا نشخص حساسيه الجيوب الانفيه بدري، عشان ده هيفرق معانا ان احنا نحمي المريض من ان هو يدخل في حساسيه شعب هوائيه في المستقبل. لو شخصنا مريض ان هو مريض حساسيه جيوب انفيه، هل بيمشي على علاج بالزبط؟ هل بتعالج؟ لان دايما الجيوب الانفيه، الجيوب الانفيه بايخه وطويله فعلا، الناس تعمل على انها مزمنه، لكن ومزمنه، ولكن على علاج مستمر منتظم لا، بتفرق كتير جدا. الاعراض بتختفي، وفي بعض الاحيام بتختفي تماما، بس عايز علاج سنتين ثلاثه متواصل، مش وقت ما يجيله العطس ولا هي الميزه دلوقتي في علاج الحساسيه عموما او انواع الحساسيه كلها، ان بقى في طفره في العلاجات دي، بقى في طفره ان انا بقدر اخد علاجات ليس لها اثر جانبي، نقدر نمشي لونج تيرم او على المدى الطويل من غير ما نتاذي. فبقى في منها ارتياح تام، او في بعض الاحيان تختفي تماما. صح، فدي بقت فرصه. ولو تلاحظي على فكره معظم الناس، يعني لو كلمنا عن حساسيه شعب الهوائيه، معظم الناس اللي عندهم حساسيه شعب الهوائيه رياضيين اساسا، يعني ممكن يبقى بيلعب رياضي واثليت وراجل مشهور في رياضه كبيره، وهو اوريدي كان عنده حساسيه في الشعب الهوائيه. فالحساسيه لا تمنع ان انا امارس حياتي بطريقه طبيعيه، بس تعالج جيدا عشان اقدر اعيش بطريقه سهله ومريحه ومش مهدد. طبعا، لان النفس ده الواحد لما يعني عارف يقول لك مش قادر اخد نفسي، مخنوق، هي يعني مخنوق. اكتر كلمه بنقولها حقنه البرد، دي كارثه. كارثه. انت ذكرتيها حضرتك في الاول. لا، يعني حقنه البرد والكومباينيشن ده كارثه. اولا احنا بيحصل، اولا بناخد كورتيزون بطريقه عنيفه جدا، وحاجه بتفضل في الدهون وبتفرز لفتره طويله ومؤذيه للجسم بدون داعي. ثانيا بيبقى فيه مسكن ممكن يتعب الكلى، يتعب المعده. ثالثا مضاد حيوي ما عملتلوش اختبار حساسيه ولا واتافر، فبالتالي في حاجه فيروسيه، يعني المضاد الحيوي لا يمكن الاعتماد عليه في هذه الوقت، في هذا التوقيت، على ان هو يبقى مضاد، مش مضاد للفيروسات، ده مضاد للبكتيريا. فبالتالي انا اديت ثلاث حاجات غلط، فبالتالي انا ممكن اتاذي. وطبعا في ناس بيجي لها صدمه حساسيه ممكن تؤدي الوفاه. دكتور، انا اكتشفت انه في ناس كتير فاكرين انه عندي حساسيه من الدواء يعني هيجي لي طفح جلدي، مش فاهمين انه حساسيه الماده الفعاله تؤدي للوفاه فعلا. ما هي بقى الحساسيه الطفح الجلدي ده الحساسيه البسيطه الطيبه والهايبر سنسيفتي رياكشن الخفيفه. أيوة. في بقى انافيلاكتيك شوك، يعني الزور نفسه اللي مطرح فوق القصبه الهوائيه بالتيشوز او الانسجه بتتورم لدرجه ان هي ما بتسيبش مكان للهواء. يعني درجة ان انا لابد لو في مستشفى او في حاجة ان انا احط انبوبة حنجرية عشان اوصل للقصبة الهوائية، ادخل هواء للمريض، او نعمل شق حنجري في ساعتها عشان الحقه. فدي بتبقى صدمة، والبني ادم ممكن بقى، ناس اللي هي غير الجرسات وشها كله منفخ وبتاع، فتلاقي نفسها ده خنقة، بيتخنق، وبيتخنق بمعنى كلمة يتخنق ليترلي، كارثة، يعني كارثية. فلازم ناخد بالنا من الموضوع ده. وايه اللي بيجيب حساسية وايه اللي يعمل حساسية؟ اي حاجة تحت الشمس انكلودنج الشمس نفسها ممكن تعمل حساسيه.
يعني حتى تلاقي الناس اللي عندهم حساسيه جيوب انفيه بيطلع الشمس كده يروح هتصوى عصيتين بالظبط كده. دي حقيقة. ويبص في النور اي حاجه عندي تلاقيه عطس على طول. غير جو الجو بس قلب نفسه كده طلع من اوضه لاوضه يعطس. يعني حضرتك بتقول انه مفيش حاجه اسمها ان يجي لي شويه اعراض انزل الصيدليه الم لي المضاد الحيوي على دي على فكره كوارث لا تحصل لا تحدث في اي حته في العالم. والمضاد الحيوي اللي يصرف بدون روشته دي كارثيه. يعني في اي نتكلم في موضوع المضاد الحيوي دي لازم دي لازم تقنن. لازم الموضوع ده يتحط له قوانين ويتحط له عقوبات. ان مفيش حته في الدنيا ممكن تصرف لبني ادم مضاد حيوي باي شكل من الاشكال بدون روشته الطبيب. ما هي خطوره المضاد الحيوي؟ المخاطر كثيره. في ناس بتاخده عمال على بطال ودي كارثه. بيأثر على الكبد بيأثر على الكلى ان هو بياخد بجرعات غير محسوبه ومفيش طبيب مديها له. فبالتالي هو مش عارف بقى مثلا هل هو مثلا يعاني مثلا من بعض القصور عنده سكر فممكن يكون في قصور في وظائف الكلى واحنا مش دريانين او هو مش دريان فلازم يكون تحت اشراف طبي ان هو يتاخد مضاد حيوي. ثانيا بيبقى في حاجه اسمها ريزيستنس. كارثيه الموضوع ده ايه؟ ان احنا عمالين ناخد روح مش عارف ايه الصيدليه الداني مش عارف ايه مش هنذكر اسامي يعني انواع مضادات الحيويه الفلانيه. فتلاقي نفسك في الاخر لما تدي المريض ده حاجه من المضادات الحيويه اللي انا محتاجها اللي هو بياخدها عمال على بطال فالبكتيريا اللي بتتعدي بيها الناس حصل ليها ريزيستنس بقت مقاومه لهذا المضاد الحيوي. فبقى هذا المضاد الحيوي غير فعال فببتدي ان انا ادور على ابجريدنج او اعلى او اقوى او فصيله مختلفه. فبالتالي بنبتدي نفقد الاسلحه اللي في ايدينا اللي نقدر نحارب بيها البكتيريا. لما تتعب بقى بجد ما تعرفش تتعالج مش هيجيب نتيجه. وهنلاقيها بنسميها حتى ما نلاقي مثلا عين في حاله زي كده ونعمله مثلا مزرعه للبصاق وبنشوف مزرعه وحساسيه فهنلاقيه مالتيبل دراج ريزيستنت يعني عنده البكتيريا اللي موجوده لا تستجيب لكم كبير من المضادات الحيويه. فتبتدي تاخد المضادات الحيويه التي اللي هي الاعلى كاتيجوري او الاقوى بكثير عشان نلحق المريض ده. وده بيبقى حمل على الجسم طبعا. حمل على الجسم وحمل على المنظومه الصحيه وحمل على الفرد كتكلفه وحمل على الدوله. يعني عموما ان انت بتتكلفي مضادات حيويه اكتر. اما تلاقي المجتمعات اللي هي ما بتاخدش مضادات حيويه بطريقه عشوائيه زي ما بيحصل هنا ودي حاجه منتقده دي يعني ده احنا عندنا منظومه صحيه جميله فعلا وفي شغل كويس قوي يتعمل بس منتقد ان يحصل ان الدواء يطلع مضاد حيوي بدون روشته الطبيب وبدون اذن طبيب. المجتمعات اللي بتاخد دي بنلاقي بقى المضاد الحيوي اللي هو ما بيجيبش نتيجه الاموكساسيلين العادي اللي هو فيري يعني بريميتيف او حاجه بدائيه تكفي ان هي تضيع التهاب عند بني ادم. فعشان كده مفيش عشوائيه او ابيوز استخدام غير رشيد للمضادات الحيويه. فنقدر نستخدم المضادات الحيويه البسيطه في علاج النزلات الشعبيه البسيطه الالتهابات البسيطه الخراريج الصغيره الحاجات دي كلها. دكتور هل في عادات غذائيه تقدر يعني هل فعلا المناعه بتقوى لما بناكل عسل وبنشرب ليمون وبنشرب برتقان والكلام ده كله وهل ده بيحصل في يومين ثلاثه ولا لازم دي تبقى حياتي كلها بعمل كده؟ ما هو سؤالك انت واضح حضرتك واجهه وعارفه قصدك ايه. هو عمره هيحصل في يومين ثلاثه صح. وفي نفس الوقت مش كفايه ان انا اقول ان انا هاخد عسل وخلاص. لا هو لازم يبقى الدايت بتاعي متوازن. انا ليا متطلبات يوميه والمتطلبات اليوميه دي من كل حاجه الاملاح والمعادن والخضار واللحوم والدهون والكربوهيدرات النشويات. فلازم يبقى في توازن في الغذاء والهرم الغذائي. فطبعا حكايه ان انا اكل ايه عشان يقوي مناعتي مفيش حاجه هتقوي مناعه. ايوه ومفيش داعي يقوي المناعه. صح المناعه تقوى بالعلاج المنتظم المظبوط النوم الكويس الرياضه المنتظمه. النفسيه هي دي والنفسيه دي بقى دي دي دي, دي, دي عامل كبير جدا. عامل كبير جدا جدا التوتر طبعا اللي احنا طبعا عصر قاسي شويه وسريع شويه ويمكن احداث بتحصل في العالم كله دايما قاسيه فده بيؤثر على نفسيه البني ادم فعلا وبيقلل المناعه بوضوح. ونوع الاكل اللي احنا بناكله اعتقد البروسيسد فود الاكل المصنع. المصنع كل ما هو طبيعي بيخلي البني ادم في صحه جيده في شيب جيد في فرق حتى بيه. الاكل الطبيعي يعني حتى الخضار والفاكهه دلوقتي والفراخ واللحمه ما بقتش طبيعيه 100% هي بقت يعني شوية. لا بالعكس احنا بنتجه دايما ان يبقى المبيدات اقل والحاجات الاورجانيك والحاجات دي كلها ده بيبقى اتجاه عموما يعني في الزراعه وتربيه الدواجن والحاجات دي كلها يعني كانوا بيغذوا ماشي بهرمونات والكلام ده كله بس انا يعني كما اظن
ان الموضوع الدوره ما بتاخدش فتره كبيره قوي ان هم يغذوها بالهرمونات، فبالتالي بدات الموضوع ده تبقى الطف، يتراجعوا عنه اللي هم اللي بيربوا الدجاج اللي بيزرعه، يعني بيحاول يبقى اورجانيك ان هو بيبيع بسعر اغلى طبعا، فبالنسبه له هو مربحه بالنسبه له اكتر، فده يفرق كتير ان احنا ناكل الحاجه الطبيعيه قوي اللي هي الرو اللي هي النيه الحلوه. يا رب ناكل حاجات رو ونهتم بصحتنا اكتر، ومحدش يجي له برد ولا انفلونزا، عشان دول اكتر حاجتين انا بكرههم في حياتي. ربنا يهدي الناس جميعا، بس برضو يا ريت نحضر الناس كلها الفتره بتاعت الشتاء يا جماعه فتره عدوى طبعا، زي ما ساتك قلتي بدايه الشتاء الناس بتبقى لسه بتغير وبتتقل هدومها وساعات بتنسى ويجي عليها بالليل وهما بره في الشارع، العدوى كتير، الميكروبات كتير، والعدوى اليومين دول زايده قوي، فكل الحكاية مطلوب من الناس الحرص، ما أقربش نفسي من حد قريب قوي، أطهر إيدي أول بأول سواء بكحول أو أغسل إيدي بشوية مية، مكان مزدحم قوي يفضل أن أنا ألبس كمامة في هذه الفترة، إن شاء الله حط منديل على إيدي وبقي لو معيش كمامة، بحيث أن احنا نقلل قدر العدوى ما بيننا ونقلل التعب اللي ممكن يصيبنا لا قدر الله في الأيام الجاية. أكيد بشكر حضرتك، شكرا جزيلا، نورتيني، وإن شاء الله أكون موجود معنا في حلقة تانية مع بعض. كان معنا ضيفنا دكتور محمود البتنوني، أستاذ أمراض الصدر والحساسية بكلية طب جامعة القاهرة. استنونا في فقرات تانية. تقوس الساقين، تقوس الساقين واحدة من الحالات اللي بنشوفها بكثرة عند الأطفال، وده بيكون أمر طبيعي غير مقلق لسن معين، وبمجرد استقامة الساقين في المشي والوقوف بيصبح الأمر طبيعي، لكن المشكلة لما الوضع ما يتحسنش ويكبروا بتقوس الساقين اللي بنشوفه عند البالغين والكبار، واللي غالبا بيكون علامة على إصابتهم بمرض آخر. هنعرف أكتر عن تقوس الساقين مع ضيفنا دكتور حازم الحداد، استشاري جراحات العظام وإصابات الملاعب ودكتوراه في جراحات العظام والكتف، وزميل جامعة فرايبورغ ألمانيا وعميد كلية طب الأناضول الأسبق وعضو مدرسة ليون الفرنسية لجراحات الركبة. برحب بحضرتك يا دكتور، منورنا. دكتور، تقوس الركبة مشكلة للبالغين بتبقى محرجة، وكمان بتبقى كفانكشن الرجل أو وظيفة الرجل بتبقى شوية بتتعب الرجل، إيه أسباب تقوس الركبة عند البالغين؟ بصي، التقوس الرجلين بيبدا زي ما انت قلتي كده في الانترو بتاعك، هايل بصراحه. يعني هو بيبدا جزء منه كبير قوي بيبدا في السن الصغير الاطفال. هو في حاجه اسمها في التقوس فيسيولوجي، يعني الطبيعي بتاع الاطفال في سن معين بيبقى فيه تقوس بدرجات معينه، وبيبدا الدرجات دي بتتغير مع السن. كل سن له درجه معينه مقبوله، وده الطبيعي اللي بيحصل لحد ما نوصل لسن السبع او ثمان سنين، الطبيعي ان يبقى فيه الرجل معتدله بشكل اساسي. العامل الاساسي في القصه بتاعه التقوس عند الاطفال، او اشهر حاجه بتعمل القصه دي، هي نقص فيتامين د، او لخبطه في فيتامين د. اما بيحصل لخبطه في فيتامين د بيحصل بقى اللخبطه بتاعه التقوس الرجلين، سواء التقوس ايا كان بانواعه، يعني وهنحكي عن انواعه كمان شويه. انا عايزين نتكلم في ده. اكيد. هي اما ما بيتعالجش بشكل مناسب في الاطفال بيبدا يظهر معاهم او يكمل معاهم التقوس بالدرجه بقى اللي هو واقف عندها، بالشكل اللي حضرتك بتقوليه، يبقى محرج او مقلق لل بايه انواع التقوس؟ ممكن حضرتك وانت بتتكلم بتقول بانواعه، ايه هي انواع التقوس؟ هو الحقيقه في نوعين اساسيين قوي ودول المشهورين قوي، اللي هو تقوس للداخل وتقوس للخارج. ببساطه ان الركبتين بيبقوا خابطين في بعض والقدمين بعاد عن بعض بدرجه غير طبيعيه، او العكس اللي هو بيبقى الرجل عامله زي القوسين كده، تبقى بالظبط الركبتين هم اللي بعاد عن بعض والقدمين اللي قريبين من بعض. حلو. كل حاجه بتؤدي لمشكله مختلفه. هل اي انحناء في الساقين بالضروره ان هو يكون تقوس؟ يعني انا اعرف منين لو انا شخص بالغ عندي انحناء بسيط سواء للداخل او للخارج انه ده تقوس او لا؟ ايه اعراضه؟ بصي، هو في طبعا درجات مقبوله، من يعني هو في درجه طبيعيه اللي هي خمس درجات، ده الطبيعي ده المقبول. وفي حاجات اكتر من الدرجه الطبيعيه، هي دي اللي بتبقى مرضيه.
في التقوس بقى العيان بتاع اللي عنده مشكله في التقوس ده حاجه من الاثنين، يا اما حد بيبقى مضايقه الشكل، وغالبا دول بيبقوا البنات الصغننين في التين ايجرز وكده، البنات دايما متضايقه، البنات دايما متضايقه من اي حاجه، بيبقى دايما عندها مشكله، لا رجلي مش عارفه البس الهدوم بشكل مناسب او الكلام ده. او التقوس تطور لمرحله ان هو عامل وجع. طيب ليه التقوس بيعمل وجع؟ الطبيعي اللي ربنا خلقه ان حمل الجسم بينزل بيتوزع بالتساوي على المفاصل وبالتالي وتحديدا الركبتين والعمود الفقري عشان الانسان يمشي ماشيه معتدله. صح. اما بيحصل تقوس الميكانيكا بتاعت الجسم في الحته دي بتتلخبط، فبيبدا تحميل او حمل الجسم بيتوزع بشكل مش متساوي على سطح المفصل. يعني لو هو تقوس للجهه الركبتين لبره فبيبقى الحمل على الجهه الداخليه في الركبه اكتر. أوكي. أكتر من اللي المفروض ومن الطبيعي، فبيسبب ألم، ولو تساب بالشكل ده مع السن والوقت بيعمل درجة من الخشونة مش قليلة الحقيقة. يعني التقوس ممكن يتسبب في إصابة واضحة في الركبة. طبعا. طبعا. عشان كده بقولك هو بيبقى شكل، وده بيبقى أكتر في الأطفال والتين إيجرز، أو باثولوجي أو مشكلة مترجمة في وجع أو ألم. ده بيبقى أكتر في البالغين أو الناس الأكبر شوية، نتيجة عدم التحميل المتساوي او توزيع الحمل بشكل متساوي على سطح المفصل بتاع الركبه. مظبوط. دكتور حضراتكم في دار العظام بتعالجوا التقوس بشكل فيري بروفيشنال، عايزه حضرتك تقول لنا ازاي بيتم استقبال وتشخيص الحالات في دار العظام، حالات التقوس. بصي طبعا هو الميزه في دار العظام ان هي لها بروتوكول، يعني وده عكس يعني مش عكس، خلينا نقول دي الحاجه من المميزات الاساسيه اللي موجوده في دار العظام، ان في طريقه ومانجمنت بلان، خطه علاجيه بتتحط للعيان وفقا لاحدث الابحاث العلميه اللي موجوده. نفس الخطه موجوده في مستشفيات اوروبا وامريكا بشكل اساسي. وده اللي احنا شفناه بره وبننقله هنا في مصر بالخطط العلاجيه بتاعته بنفس طريقه العلاج. مش كل تقوس بيحتاج عمليه، يعني في حاجات كتيره جدا وخصوصا في سن الاطفال بتيجي بالادويه. يعني الاطفال في سن بدري لو هو عنده مشكله بنبدا نشوف الفحوصات والتحاليل، في مشكله في فيتامين دي او في مشكله في حاجه ثانيه بتبدا تتعالج بشكل كويس، وبنسبه كبيره جدا في الاطفال بيتعالجوا بس ادويه مش لازم جراحات ولا عمليات خالص. فعلا. ودي الحاجة التانية الكويسة في دار العظام ان هو موفر كل حاجة الحقيقة، يعني من اول كل وسائل التشخيص والوسائل المتابعة من تحاليل واشعاعات عشان الدكتور يقدر يوصل لأي مرحلة احنا في التقوس وده المناسب لأي سن والسن ده أني خطة علاجية مناسبة لي، فبالتالي بنقدر نحط العيان على التراك المظبوط اللي هو في الاخر يتعافى من المشكلة اللي عنده او التقوس او اي مشكلة تانية بشكل مناسب، من غير لا نروح في سكة عملية العيان مش محتاجها ولا نأخر عنه عملية يعني هو محتاجها. الحاجة التانية الجميلة بصراحة ان التقنيات اللي موجودة في دار العظام بقى في التقوس تحديدا دلوقتي، كان زمان الاول بيقول اللي عنده تقوس بنكسر رجله ونجبسها ونحط. أيوة. دلوقتي الوضع مختلف خالص. ايه بقى قول لي ايه احدث تقنيات موجوده في دار العظام ده علاج تقوس دلوقتي بقى فيه يعني تكنيك بسيط خالص بيتعمل اللي هو توجيه النمو. يعني التقوس ده عباره عن ان في جهه بتنمو اكتر من الجهه الاخرى، يعني لو الرجل الجهه الداخليه بتنمو اكتر فالرجل هتتعوج ناحيه بره، لو الجهه الخارجيه بتنمو اكتر فالرجل هتتعوج ناحيه جوه، فبيتحط من خلال جراحة برضو بس فتحة صغيرة جدا تتجاوز 2-3 سنتي، بتحط ديفايس كده أو حاجة بتوجه النمو لحد ما الرجل تعتدل وتبقى كويسة والشكل المفروض بالنسبة للعمر، وبعدين بتتشال الحاجة دي وخلاص. طيب الجهاز ده نقدر نركبه من سن ايه لسن ايه؟ لا ده موضوع تاني بقى اصلا لان كل سن زي ما قلت لك هو كل سن له درجه معينه. والدرجه مختلفه من 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 عيان لعيان ومن سن لسن، بس احنا في سن من 7-8 سنين يعني ده من بعد الثمان سنين ينفع تتعمل القصه بتاعه توجيه النمو دي بشكل مناسب جدا، والاطفال بيستفيدوا منها بشكل اساسي. الكبار بقى انا لو راجل عندي
20 سنة 25 سنة وعندي قصة التقوس دي ومضايقني ولد أو بنت، أعمل إيه؟ إيه طريقة العلاج؟ يعني الخطوة رقم صفر في الأول خالص محتاجين نعرف درجة التقوس دي، هل هي مرضية درجة محتاجة تدخل وعلاج، ولا هي في النورمال فاريشن في الاختلافات الطبيعية من حد للتاني؟ لو هي في الاختلافات الطبيعية خلاص العيان بيتنصح ان انت لا انت مش محتاج حاجة، حافظ بس على اللايف ستايل بتاعك من وزن وتقوية عضلات وممكن علاج طبيعي والامور بتمشي بشكل كويس. لو هي درجة مرضية بيبدأ برضو حاجات في الاول لايف ستايل، برضو فكرة الوزن معنا شكل اساسي مشترك في لازم العيان وزنه ما يبقاش اوفر ويت طبعا، عشان ده لان الاوفر ويت معناه لود زيادة على سطح المفصل فعلا. ولو التقوس مسبب مشاكل تانية، لان التقوس ممكن زي ما قلنا من شوية يعمل خشونة او يعمل ابسط حاجة قطع في الغضروف، ساعتها يبقى لازم في تدخلات جراحية. حلو قوي. طيب دكتور عايزة حضرتك تقول لي اختلاف تقوس الساقين من الكبار للصغير، يمكن احنا شرحناه بس عايزين نوضح اكتر للناس تفاصيل الاختلاف بين الكبار والصغيرين. الصغيرين بيبقى لسه في مرحلة النمو، فبالتالي يمكن توجيه نمو العظام بالشكل المناسب عشان يعتدل من غير لا كسر ولا تعديل. الكبار الحقيقة لا، خلاص هو اكتمل النمو والعظم بقى خلاص يعني مكتمل نموه ومش هيطول عن كده ولا هيتعدل عن كده. فبالتالي احنا بقى بنعمل له بلان ان احنا بنعمل حتى ما بنعملش كسر كامل دلوقتي، بنعمل حاجه اسمها شق عظمي بس يعني مجرد بس تفاصيل جراحيه كده الحقيقه. بس خليني اقول لك على حاجه، احنا بالذات كمصريين العيان المصري بيحب يعرف هتعمل ايه بالظبط، يعني ايه بقى يعني. فاحنا هنا في برنامج الطبيب بنهتم ان احنا نشرح للناس بالتفصيل كل خطوه في رحله العلاج، فيمكن هي تفصيله بالنسبه لحضرتك كدكتور طبعا يعني قليله جدا لكن الناس تحب تعرفها. بصي طبعا لو هو في يعني التقوس ده ادى مثلا لقطع الغضروف فده بيحتاج منظار عشان نعالج الغضروف. لو ادى لحمل زايد على الجهه الداخليه او الجهه الخارجيه وادى لبدايات خشونه فلازم نعدل الزاويه في اسرع وقت علشان الخشونه ما تزيدش عن عن الوضع اللي موجود وما يحصلش فيه الالم متزايد بالظبط كده، ويبدا يعطله بقى عن ممارسه حياته اليوميه. دكتور احنا لسه مكملين كلامنا عن تقوس الساقين، لكن خلونا نطلع نشوف التقرير الجاي ونرجع لحضراتكم. مكملين كلامنا عن تقوس الساقين مع دكتور حازم الحداد. دكتور يمكن شفنا في التقرير واحدة من الحالات اللي تم علاجها في دار العظام، عايزة حضرتك تكلمني عن الحالة دي بشكل خاص. بصي الحالة دي من الحالات اللي أنا بحبها جدا الحقيقة. فرح دي بنت صغننة، زي ما كنا بنتكلم كده دايما البنات والتين ايجرز تحديدا هم اللي بيبقى عندهم يعني مشكلة، يعني مكسوفين زي ما قلنا او عندهم مشكلة. هي كانت زي ما شفتي في الفيديو درجة كبيرة جدا من التقوس، وكانت مش عارفة تمشي، مش عارفة تجري، مش عارفة تلعب مع صاحباتها. ايفن كانت مامتها بتقولي انها ما بترضاش تخرج علشان المشكلة دي مسببة لها حرج نفسي بشكل بالدرجة كبير دي. يعني مؤثرة على حياتها بشكل كبير قوي. يعني الحمد لله هي طبعا عملية كان فيها يعني تشالنجز كتير، التكنيكال تشالنج الزاويه الكبيره قوي دي والمشي المتلخبطه دي ومش مظبوطه، ازاي نوصل الحمد لله للاوبتيمم زي ما شفنا في الفيديو انها يعني الرجل اتعدلت والمشي بقت مظبوطه والبنت بقت في غايه السعاده. الحاجه الثانيه التشالنج اللي الحاجه بقى الانسانيه او الايثيكال اللي كانت محطوطه على مسؤوليه الواحد ان هو دي بنت جايه يعني في بدايه حياتها عندها مشكله نفسيه كمان بالظبط، ومشكلتها انها مش قادره تندمج في الكوميونتي اللي حواليها مع صاحباتها مع البنات. فكان دي الحاجات اللي الواحد كان مايندد بيها الحقيقه هو داخل العمليه دي بشكل اساسي.
طبعا الزاويه الكبيره بتبقى شويه محتاجه تكنيكاليتي واجهزه وتجهيزات عاليه ومتخصصه عشان نقدر نوصل للسيتويشن ده، وهي كانت عدت المرحله اللي ينفع نعمل بيها توجيه نمو. اوكي، فاضطرينا نخش في حاجه تانية، تكنيك تاني مختلف اللي هو بيبقى اكثر تعقيدا شويه ومحتاج يعني تجهيزات اعلى في اوضه العمليات، واللي كان موجود الحقيقه في دار العظام بشكل كويس جدا. عملنا الـ يعني طبعا هي كانت رجلين، فما كانش ينفع نعمل لها الناحيتين في نفس الوقت. فعملنا واحده، وبعد التعافي التام من الرجل عملنا الناحيه الثانيه. والنتيجه ان شي واز فيري هابي يعني بالريزلت، وقدرت تاني ترجع لحد دلوقتي. هي كام ده يعني دي انا عملتها اول ما رجعت مصر من سنتين مثلا. بس لحد هذه اللحظه مامتها ان كونتاكت معايا ودايما تشكرني على لانه موضوع نفسيا كان مأثر. دكتور، الامراض اللي بتبقى ظاهريه اللي بتبقى باينه على الجسم من بره، يمكن اعتقد دوركم كدكاتره او لما بتشوف كده ابتسامه العيان وهو عايش حياته احسن، ده بيبقى اكبر بكتير يمكن من الحاجات اللي بتبقى جوه الجسم اللي صح. الواحد مش شايفها يعني. كلام سليم يا فندم. دكتور، اخيرا عايز اعرف الحاله دي خدت منكم وقت قد ايه في العلاج في التعافي؟ حوالي 3 شهور. 3 شهور. 3 شهور. 3 شهور في رجلين. كانت البنت كويسه عشان تقدر ترجع تاني لحياه طبيعيه يعني طبعا كل تكنيك بيبقى له للفولو اب بتاعه. يعني عمليه توجيه النمو دي بتبقى عمليه بسيطه، العيان بيمشي بعدها تاني يوم، ما بيحتاجش ان هو يقف فتره، ما يحملش او ما يروحش المدرسه او ينعزل عن ما يروحش النادي، ما يلعبش رياضه، بتبقى عمليه بسيطه في خلال اسبوعين بيقدر يرجع تاني لممارسه حياته. العمليه الثانيه اللي هي الاعقد شويه دي بتاخد وقت شويه، علشان طبعا السن لما بيكبر بتاخد وقت شويه، بيبقى اصعب. دكتور، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، نورتني في الطبيب، وان شاء الله اكون موجود معانا في حلقات ثانيه كتير. شكرا ليك. شرفتني. كان معانا دكتور حازم الحداد، استشاري جراحات العظام واصابات الملاعب، ودكتوراه في جراحات العظام والكتف، وزميل جامعه فرايبورغ المانيا، وعميد كليه طب الاناضول الاسبق، وعضو مدرسه ليون الفرنسيه لجراحات الركبه. كنا بنتكلم النهارده عن تقوس الساقين، يمكن هنتكلم الحلقات اللي جايه والفقرات اللي جايه اكتر عن كل مشاكل العظام وكل مشاكل الصحه. استنونا. بيكم من جديد معانا في برنامج الطبيب، والنهاردة هنتكلم على مشكلة العصر وهي السمنة. السمنة مش مجرد علشان الأكلات الوجبات السريعة أو الجانك فود أو الحاجات الكتيرة اللي بقت منتشرة، وأكلات غلط، عادات غلط، نوم متأخر، كل ده بيؤدي إلى السمنة. مشكلة السمنة مش هي بتيجي منين، المشكلة هي هتعمل إيه. السمنة بداية ممكن إن هي تكون سبب رئيسي في يعني انتحار بعض الشباب، لان طبعا لما بتيجي السمنه في سن صغير بالنسبه للبنات او الاولاد بيبقى بيتعرضوا للكثير مثلا من البولينج او من التنمر، فده ممكن ياثر على مشاكل نفسيه كبيره جدا تنتهي بالانتحار. او ممكن كمان بقى لما تكبر معاه المشكله ندخل في الضغط، السكر، وامراض كثيره جدا، انتهاءا ب الكانسر بعد الشر، يعني عن حالات كتير. النهاردة أنا بيسعدني أن يكون معايا ضيفنا أستاذ دكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والمناظير بكلية طب عين شمس، ومدير وحدة السمنة بمستشفى وادي النيل، وزميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، وزميل كلية الجراحين الأمريكية، وحاصل على أعلى تصنيف جودة دولي في جراحات السمنة SRC. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا. أهلا بك. أنا النهاردة عايزة أتكلم على موضوع جديد شوية بالنسبة لنا هنا، ما اتكلمتش فيه مع حضرتك، وهو فشل العمليات اللي بتتعمل للسمنة. أكيد في فشل العمليات دي. أنا سمعت مثلا عن فشل مثلا للبالون، مثلا بيركب بالونة، لا ده أنا لسه بتخن، ده أنا رجعت تاني أتخن أكتر من الأول أو كده. هل التكميم، وأنا عملت مثلا اللي هي التكميم ده اللي هي السليفينج رايت، فأنا أخدت حتة كاملة
ورحت عملتها باي باست ورحت عملت ده برضه تفشل ممكن؟ في البداية اسمحي لي ان انا احيي حضرتك وكل السادة المشاهدين. الحقيقة النجاح كتير جدا، الفشل موجود. يعني هو طبعا احنا كل العمليات اللي احنا بنعملها هدفها انقاص الوزن، سواء عملية تكميم المعدة، تحويل المسار، تحويل المسار الـ 12، التكميم مع التحويل الأساسي. طبعا كل العمليات دي عشان طبعا نقلل من رجوع الوزن او حدوث المضاعفات فيما بعد، لابد من اجراءها باحترافية شديدة. يعني دور الجراح مهم جدا جدا جدا، ان هو في عملية التكميم على سبيل المثال من العمليات اللي هي المهم فيها ان هي تبقى تقنيا من جوست سليف، واحنا برضو مش سليفرز، يعني انا مش بنقص معدة ونجري، يعني ما هو ده مش صح. عملية التكميم لابد فيها من اجراءات ان احنا نشوف العملية اللي هي بتعمل بحرفية شديدة تؤدي الى انقاص الوزن، تمنع حدوث المضاعفات. زي مثلا على سبيل المثال في عملية التكميم ان احنا بنشيل قبة المعدة باحترافية، يعني ما يبقاش في قبة معدة موجودة والعيان زاد في الوزن بعد كده، فانت بتعمل اشعة تلاقي قبة المعدة موجودة، فده ما يعتبرش يعني ده يعتبر فشل جراحي. نهاية المعدة اللي هو الجزء فشل جراحي لاختيار الطبيب الغير مناسب للمريض ده. طبعا طبعا، يعني ده حاجة جراحية يعني من ضمن اسباب العملية. عملية تكميم المعدة احنا زي ما شايفين كده بيتم معايرتها على بوجي او كاليبريشن تيوب او انبوبة، بيتم استئصال ما تبقى من المعدة. الجزء اللي فوق فيه الكليبس ده او المشبك اللي فوق ده قبة المعدة، المفروض ان احنا نشيلها كاملة بحيث ان هي ما تسيبش مكان لتجمع الاكل تاني او ان احنا يتمدد مرة تانية فيما بعد. اخر حتة في انبوبة الانبوبة اللي احنا مدخلينها دي اسمها الانترم او نهاية المعدة، لابد برضو من استئصالها بصورة جراحية محكمة بحيث انها ما تبقاش عاملة زي القربة، المعدة ضيقة من فوق وتحوش اكل تحت. طبعا في عملية التكميم طبعا عملية يمكن الرجوع فيها. طيب انا جراح بقى عملت عملية كويسة جدا وعملت اشعة مقطعية ثلاثية الابعاد واديلك شكل زي ده باحترافي، لابد ان احنا نكمل العملية دي. مش كمبيوتر في البطن احنا مركبينه، ما بيختارش نوعية الاكل، واذا لابد على المريض ان هو يعدل من نمط حياته شويه، يعدل من اسلوب حياته شويه في سبيل ان هو يستفيد من العمليه. لان احنا باكد مره ثانيه احنا ما ركبناش جهاز في البطن او مصفه في البطن هي بتصفي الاكل الضار لا خالص، ده هي عمليه يعني هتساعدك ان انت تنزل وزن. شلنا الجزء بتاع قبه المعده ده وابتدينا نشبع لان هرمون الجوع اتعزل بنسبه 80% وحجم المعده قل، فبناكل كميه صغيره، هيبقى صعب قوي ان انت تزيد في الوزن. يعني انت لو قارنت عمليه تكميم بالدايت، انت اعمل دايت هتلاقي نسبه الجوع زادت، تبقى عامل زي الوحش، امنع عن الاكل واديني سعرات، فبقى المرغوب مطلوب طبعا جوعي اعلى. نمره 2، انا لو رجعت وقفت بس شويه وعايز اكل وجبه ثانيه هتلاقي طبعا المعده طبيعيه، يعني المعده تستوعب كميه اكل كبيره فترجع في الوزن بقى بسرعه. عمليه التكميم مختلفه خالص، انت صغرت حجم المعده قللت الجوع بنسبه 80%. يعني انت لو نزلت وزنك بعد عملية التكميم صعب جدا ان انت تزيد في الوزن فيما بعدها، لو هي عملية معمولة كويس، انت جراحيا معمولة كويس، وانت برضو خدت التعليمات اللي هي ما بعد العملية، احنا اديناك التعليمات الكافية اللي تكفيك اللي تعرفك ايه الصح وايه الغلط فيما بعد بحيث ان انت تتفادى ده. عملت طيب، احنا بقى الفرق التاني ما بين العمليات والنظام الغذائي او عملية التكميم ان حجم المعدة صغير. لو حبيت ان انا افتري على المعدة تاني طبعا هتلاقي حجم المعدة صغير، مش هتفرد بزياده اللي عايز حد عنيف ان هو يتحدى نفسه في سبيل ان هو يوسع معدته. السؤال اللي بعد كده، هل المعده توسع تاني بعد الجراحه؟ طبعا توسع. احنا طبعا بنعمل حاجات ده دلوقتي ان احنا بنركب حلقه حوالين المعده تمنع التمدد، بالرغم ان ليها مشاكلها، يعني ليها مشاكلها ان احنا نركب حلقه سيليكون المينيمايزر نركبه اعلى المعده بحيث المعده ما تتمددش، الا انه طبعا محتاج طريقه في التغذيه او طريقه في الاكل ان هي تساعدنا ان احنا ما يبقاش عندنا حاجه بتسد الاكل فيما بعد. فطبعا الحزام اللي بيركب اعلى المعده ده طبعا ممكن يساعد على عدم تمدد المعده. في بعض الحاجات طبعا زي بالون المعده او كبسوله المعده اللي احنا بنركبها من غير منظار، يعني المنظر اللي احنا شايفينه جوه المعده ده دي بالونه، البالونه دي ممكن تركب بالمنظار او ممكن تركب بان احنا نبلعها بس كده. وبالتالي دي ليها نسبه فشل كبيره جدا، لان احيانا من اسباب الفشل في جراحات السمنه ان احنا نختار البالونه الواحد وزنه 160 كيلو، انت عايز تنزله 10 كيلو 15 كيلو 20 كيلو، لو زاد اكتر في نزول الوزن هو ما بينزلش
عشان مركب البالونه ده، هو بينزل عشان متعذب عشان قاعد يرجع وعشان يعني. فطبعا هي البالونه ليها وزن معين 10 كيلو 15 كيلو فوق الوزن الطبيعي في حدود المطلوب. عشان ما ترجعش وتفشل تاني في البالونه لابد برضو ان انت تعمل نظام غذائي معاها. يعني انا مركب بالونه عشان اعمل نظام غذائي؟ اه طبعا، لان السكريات والشوكولاتات والايس كريم والمعجنات هتدوب من حواليها، وبالتالي هتلاقي نفسك انت بتعمل مركبت بالونه وخارج ممكن تكون زدت عليها. فاذا كل حاجه لها حاجه. عمليات تحويل المسار برضو ليها نسبه فشل. قبل ما ندخل في تحويل المسار، انا بقى وزني انا بعد عمليه التكميم عايز اعرف هو انا محتاج عمليه اصلاح تاني؟ يعني انا فشلت في الوزن ولا لا؟ هو في تعريف طبي كده متعارف عليه ما بيننا يعني كجراحين بمهتم السمنه. احنا لو انت فقدت اقل من 50% من وزنك الزائد فوق الوزن الطبيعي خلال سنتين يبقى انت ما خدتش النتيجه الكافيه وانت محتاج لعمليه اصلاح فيما بعد. لو حصل ان احنا عملنا العمليه والوزن رجع تاني بعد سنتين يبقى انت برضو محتاج لعمليه اصلاح فيما بعد. لو عملت العمليه بتاعت تكميم المعده، عمليه تكميم المعده، وعمليه تكميم المعده دي انت حصل لك منها مضاعفات، يعني عندك التواء في المعده، عندك ضيق في المعده، عندك حموضه زائده، يبقى دي من ضمن العمليات برضو اللي محتاجه اصلاح. يعني انا تاني اقول انا عملت عمليه التكميم، انا امتى احتاج لعمليه اصلاح؟ يعني عمليه التكميم دي امتى احتاج لعمليه اصلاح مره تانيه؟ لو وزني ما نزلش بالصوره الطبيعيه، يعني اقل من 50% من وزن الزايد ما نزلش خلال سنتين، محتاج عمليه اصلاح، انت مش هتستفيد من عمليه التكميم تاني. عملت العمليه ووزنك زاد تاني بعد سنتين، انت كان وزنك 120 كيلو نزلت 70، نزلت وصلت ل 100 كيلو تاني، انت محتاج عمليه اصلاح. عملت عمليه تكميم بس انا عايش متعذب، عندي حموضه شديده، الحياه صعبه بقت، برجع جامد جدا، انا كل حاجه باكلها، انت محتاج تتفحص، محتاج يتعمل لك منظار، محتاج تعمل اشعه مقطعيه ثلاثيه الابعاد بحيث تشوف ايه المشكله اللي عندك في التكميم، ما تقعدش ساكت. يعني انت عندك ترجيع مستمر بعد عمليه التكميم، يبقى غالبا عندك فتق في الحجاب الحاجز، ضعف في العضله، عندك ضيق، عندك التواء محتاج يتعالج. بنعالج عمليه التكميم ازاي؟ يعني انا عندي قبل ما ادخل في بعالج عمليه التكميم ازاي، انا في سؤال استحضرني يعني الحقيقه، هو في عمليات مش مصرح بيها مثلا فبتتعمل فتؤدي الى الفشل؟ طبعا، بس ده بعيد عن التكميم. في عمليات زي تدبيس المعده من العمليات اللي هي الممنوعه المجرمه اللي ما زالت بتتعمل حتى الان بهدف توفير المعدات. دي ما اقدرش اقول عليها فشل عمليه التكميم، لا ده فشل اختيار، او خلاص كانت اتعملت في ايره كده في فتره وخلاص وقفت، فمش من الصح ان احنا نعملها في الايام دي. الحقيقه برضو احنا بنشوف منها مقاسي. يعني انا عندي عيانه والله بحضر فيها بقالي شهر، عيانه فوق ال 300 كيلو وبعدين عامله تدبيس معده عن طريق الفتح الجراحي. الفتح الجراحي اللي هو عاملاه ده في وزن ضخم جدا، طب مدخل عيانه 300 كيلو تعمل لها تدبيس معده منتظر منها ايه؟ التدبيس المعده زي حضرتك ما انت شايفه كده عمليه قديمه جدا، بتستخدم دباسه حديد، الدباسه التي ايه القديمه، بتقوم مركب فيها دبوس وضارب الدبوس على المعده وحاطط شبكه اللي هي الحلقه اللي تحت اللي احنا شايفينها في نص المعده دي. معظم العيانين دول بيبقى الوصله بتاعتهم ضيقه جدا، بيقعدوا يرجعوا طول العمر وبيتعلموا حاجه سيئه جدا، هو مش قادر ياكل حاجه صلبه، مش قادر ياكل لحوم، مش قادر ياكل خضار، مش قادر ياكل حاجه، وعمال يرجع الاكل، عمال يرجع الاكل، كانه حول لعنه الـ 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 السمنه الى لعنه الترجيع، وبالتالي بيرجع لنا متبهدل، وزن زايد. الجرح اللي عمل منه العمليه ما بتتعملش بالمنظار بقى، يعني هي عمليه اتعملت بفتح الجراح عندها انسيجن الهرنيا، يعني هي وزنها دلوقتي 300 كيلو، 300 كيلو فتق. عندها فتق في البطن مكان عمليه التدبيس، عايزه تفك العمليه بتاعت التدبيس دي بالمنظار، قولي لي بقى يعني تعملها ازاي؟ يعني عملنا حضر فيها، عملنا حضر فيها طبعا حالات مشابهه كتيره جدا، بس الوزن ده الحقيقه الوزن ده يعني في وجود الفتق الكبير بسبب عشان كده بنقول ان احنا ما نعملش عمليه تدبيس، لان عمليه بتتعمل بالفتح الجراحي سيئه جدا، نتيجه سيئه جدا، ما نعملهاش. التعديل بتاعها بقى اللي هو الفراشه، يعني انا دلوقتي قلت سبت عمليه تدبيس فدلعتها عملتها الفراشه. ايه الفراشه؟ بمعنى ايه؟ بيدخل بالمنظار يقوم قاصص المعده من الجريتر كيرف ومن الليسر كيرف، كان المعده بقت جناحين، جناح كبير وجناح صغير، صغير ارجعها اللي هو ان احنا نحولها لعمليه ثانيه في منتهى الصعوبه، عمليه قائمه على الانسداد، بتخلي الانسان دايما طول الوقت مش قادر ياكل حاجات صلبه، فبيتعلم ياكل سكريات، وبالتالي بياخد اسوأ حاجتين في الحياه. ايه هما؟ ان انا وزني زاد ومش عارف اكل،
فدي حاجه سيئه جدا قوي قوي، حاجه سيئه جدا. وان احنا نعيد اصلاحها مره ثانيه بيحطنا في موقف، مواقف سيئه حرجه. من ضمنها يعني ان انت الكلام ده يمكن في العمليات قريبه جدا، ان انت دلوقتي انت عايز تعمل معده فوق مستوى الشبكه بتاعه تلبيس المعده، ما انت عندك الشبكه سده وعايز تعمل تحويل مسار معده كلاسيكي، بتلاقي نفسك وخصوصا في الناس اللي هم عاملين البتر فلاي او البتاع الفراشه، بتلاقي العمليه دي سايب لك جزء من المعده صغير جدا جدا. طب انا عايز اوصله بالدباسه، احيانا ما بعرفش، بيضطر ان انت تعمله هاند سوينج، بتقعد تخيطه بغرز وبحطك في ستريس او ضغط نفسي اثناء العمليه. ليه يعني احنا ليه؟ ما احنا خلاص عندنا عمليات حديثه معترف بيها في كل العالم، مش من الصح ان احنا نعمل عمليات بقى خلاص عاف عليها الزمن والناس كلها وافقت خلاص ان هي مش من العمليات المدرجه، يعني دي مش من ضمن العمليات الابروفد دوليا، فما يصحش. انا مش معنى ان انا عملت عمليه ونشرت عليها بيبر يبقى هي عمليه ابروفد والناس كلها عارفاها، لا، لازم في منظمه زي الايبسو، منظمه زي الامريكان سوسايتي تعتمد الحاجات دي طبعا. بنصح كل الجراحين المبتدئين احنا امشي على الحاجات السيرتيفايد اللي هي واخده ابروفل من كل المؤسسات الدوليه، بحيث تبقى تمشي في الامان، تمشي في الامان. يعني احنا ما ندخلش العيان نعرضه لخطوره. وعمليات الاصلاح انا يعني ممكن بشتغل اكتر حالاتي كلها حالات اصلاح، بنشوف مآسي من عمليات سابقه، بس هو ده الجزء اللي هو اللي احنا بنفرح ان احنا بنأدي حاجه كويسه. عيان عنده عملية تكميم، عنده فتح حجاب الحاجز، عنده ضيق في المعدة، عنده التواء، أنا بصلح له من واحد مريض بيرجع لواحد طبيعي بينزل وزنه بيحافظ على وزنه، من واحد عمل عملية تلبيس مسدود بصلحه وبرجعه إنسان طبيعي. هو ده الحاجة اللي قيمة يعني. ضيفنا أستاذ دكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والمناظير بطب عين شمس، ومدير وحدة السمنة بمستشفى وادي النيل، وزميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، وزميل كلية الجراحين الأمريكية، وحاصل على أعلى تصنيف جودة دولي في جراحات السمنة SRC. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا، ولينا حلقات قادمة بإذن الله. استنونا فقرات أخرى. أنا اسمي حسين عوض، أنا جاي من عمري 21 سنة وجاي من أمريكا لحتى أعمل، جيت من أمريكا لحتى عملت العملية هون عند الدكتور كريم صبري، وعملت العملية لأنه بي قال لي إنه نحن عنا السكري وراثي بعائلتنا، ولأنه نحن ناصحين شوية، وقال لي إنه الدكتور كريم صبري أشطر واحد بالعملية، وهو بس بيأمن عليه لأنه بي من 3 سنين نزل لهون وعمل عملية عند الدكتور كريم صبري. هلأ أنا صار لي جيت على مصر وعملت العملية، وعملت العملية عنده، صار لي 7 أيام عامل العملية، وكنت 131 كيلو وهلأ صرت 125 كيلو. بس جيت على يوم العملية ارتاحت نفسيتي، بس حكيت مع الدكتور كريم صبري لأنه قال لي إنه هي العملية مناش عملية صعبة، وقال لي إنه شو حيصير فيي من بعد العملية وكيف حأتحسن، والحمد لله صرت أحسن ومنيش عم بتوجع وماشي على الأدوية اللي أعطاني إياها، والحمد لله كل شيء منيح. I want to thank Dr. Kareem Sabri and all of his staff for all the amazing work they did for me. And I want to give a word of advice for everybody that's outside of Egypt. He is one of the best doctors, if not the best doctor for this surgery. I came all the way from the United States of America to do it. And he was amazing and great. And it's one of the smoothest surgeries I've ever done. And he's actually pretty good about with his job. Please actually check him out, check his name out. And if you ever think about losing weight and you feel like the only way you can do it is by doing a surgery, he's the right person for it.